In for Mohammed Light. We're going to a game number three here, folks. يا اخوان بهذا الفيديو بدي افرجيكم تشكيلة موغي اللي لعب فيها ضد محمد لايت باخر بطولة وصدم الكل معلم. ولك حتى محمد لايت خف عقله، 10 خنازير قاعدين بتمشوا في الساحة. لا حتى محمد لايت ما كان معه ولا اشي سلاش بالتشكيلة، معه ماسكي بس وكانون او تسلا كأنه، وخسر جيم للأسف. بس عمل ريمونتادا محمد لايت فتح وجهه. لايكات كل الفيديو معلم، اشتركوا بالقناة يا اخوان. التشكيلة كالآتي: آشر، كوين، ميرور، رويال هوكس، الكيتر سبيريت، برابرا، كراكر، وفي عنا الرويال ديليفري والإيرتك ويك معلم. خلينا نبلش، فبسم الله نجرب أول جيم. هات خلينا نشوف أول فريسة معلم. لا والله يا اخوان جد بدنا نركز، لازم نلعب صح بالتشكيلة هاي لأن أول مرة بلعب فيها، بدك تكون صاحي. شوف بالعادة بس أوصل 10 كسير بدي أرمي على الجسر رويال هوكس، 1 2 10 انطلقوا. حلو يا عمري ولك حاسبها، انا عمدا هيك نزلتهم عشان عرفت ينزل الكترة. لا بمزح بالحظ، حظنا حلو شكله. نايس، شوف هسه كيف بدي افتح لك وجهه بالدفاع. بس هذا بكون معه لايتنينج هسه، اذا رمى لايتنينج على البرابر اكلت هوا. بس بيكون معي مرأة ولك شايف، هذا الحلو بالتشكيلة. حلو، ماتوا البرابر صح؟ ليفل 16، كانك زلمة صوت. هاي بالتشكيلة تبعته ما في مرأة كأنه، لانه لو معه مرأة كان راح نبلع. برمي له واحد هسه على اليمين، سلم على الشوذ اللي معك. لا دفاع ولا بالاحلام، ولا تنساش الهجوم اللي عملناه، اخذنا 2000 دمج. برج الملك راح يتفاعل صح؟ اوكي، مش راح يفيدك يعني ولا راح يضر علي باي اشي. نايس، الكراكر راح تاخذ ضربه. يا عمري يخرب بيت موسخه يا اخوان، ولك كثير مقرفه. كمان رويال هوكس من هون. حلو حلو، راح البرج سلم الجيم. والله شكله استسلم. لا اكلنا هوا، بدي يبني هجمه. طيب شوف الدفاع اللي بدي اعمله، شوف الدفاع اللي بده يصير هسه. آشر كوين من هون بعده ما شافها. يلا ارمي لايتنينج، يا رب ارمي لايتنينج عشان البرابره ياخذوا راحتهم عليه، ياخذوا راحتهم. اوكي رويال ديليفري من هون. يسعد دينك، انت بتفهم، اقسم بالله انه محترم هذا الزلمه، تحسني بقرب عقله يا زلمه. بس اخذ دمج يعني، هو شوف البرابره مستحيل يقتلوه قبل ما يوصل، فاهم؟ اكيد باخذ له ضربه ضربتين. كويس ما معه لوك، كان فتح وجهي. هسه شوف بدي اصير ادافع، ما بديش اطمع، بس ارتك بك هون على المذر زفت، انه طلع لي مليون خنزير هسه. راح ارمي ارشر كوين في النص عشان الخاصيه. حلو، فعل القدره، ديليفري من هون. حلو حلو حلو، اكلنا هواء اكلنا هواء، خسرنا. لا برابره من هون، الكتر سبت من هون بس عشان نوقف البومبر شوي، يخرب بيته. اوكي كراكر من هون، بدنا دليفري سريع يكون على البومبر. حلو حلو حلو، لا نايس 1000، كثير ممتاز. بسرعه بدي اضغطه، بس دقيقه شوي. اوكي شو بدي يعمل؟ بالحركات ولا تصف اول هاي. طب شوفوا البرابره هاي، بك والله عارف بقول لك حركات صف اول، ولك قاري افكارك يا منوب، ولك هذا بريدكشن لعيون الشباب الطيبه. بس رويال هوكس بطلت اعرف احكي، رويال هوكس نايس، اول فوز بالتشكيله يعني، كانت كثير قريبه. بس بقدر افوز يعني، اذا اخذ البرج بقدر اجيبه 2 كراونز حتى 3 كراونز، بس بدك تلعب بالذكاء. 29 كاس من شوارب اخذناه، من شو؟ من شوارب. والله نايس، هيك صرنا 6330، حلوين، بعدنا بنحمي أول جيم. زي ما شفتوا يا إخوان، أول جيم فتحنا وجهه معلم، والله دفعنا دفاع ابن حرام، وبريدكشن برابرة كان أسطوري معلم. خليني أقطع التصوير وأرجع، بدي أعمل شغلة على السريع معلم ونرجع لكم. طبعًا يا إخوان بعد ما رجعنا لقيت صاحب الحساب داخل ونازل شوي بالكؤوس، الوضع صعب عنده، فنكمل إحنا في التشكيلة هاي، فزنا جيم وطلعت، بسم الله نكمل لننطلق. فوتنا جيم، شو يعني الفريس الثاني هسه بده يطلع خسران 30 كاس؟ الله على الثقه الزايده هاي، راح تجيبنا داهيه. لا والله يا اخوان انت بتلعب صح والله بتفوز. هات خلينا نشوف الحلو هذا كيف بدنا نفوز عليه. نفس الاشي، 10 اكسير، 1 2 3 رويال هوكس على الجسر، هاي الحركه مضمونه معلم. بتشوف شو معه سايكل، بتشوف اكلنا هوا. اوه 2.6 هاي 2.6. اوكي ارشر كوين من هون عشان ما يحط الهوك،
جاز البرابرة هناك في حال انه رمى الهوك شطور. انت حلو لحد الان الوضع لوزي يا اخوان. حلو ارمي رويال هوكس مش 2.6. طب اقول لك بدي ارمي رويال هوكس من هون بسرعة، بدي ارمي ارث كويك كذا حط اشي وفي له كمان بر بومتور. اكلنا هوا اكلنا هوا والله، ولا ضربة اخذوا. وشوف الماينر اخذ 700 دمج والله تركته. شو هذا ماسح اخت البرج كامل. لا هسه بدنا نلعب صح. شوف الالكتر سبيريت مش راح ارميها هيك لانه بفعلي برج الملك، فبنخليها معنا. ابصر شو بيلعب هذا المحترم. اوكي برابره من هون حلو، بالكرم الفاير بول اذا معه فاير او اشي ما معه. طب رويال هوكس من هون ما لحق. لا والله جاب البومتور صح، والله جابه لانه معه سكيلتونز وماسكي وماينر، فالسايكل الرابع بيكون البومتور. اوكي الوضع صار سيء شوي مع بربريان بارل. لا حلو كثير. طب شوف انا ايش بدي اعمل، راح ارمي دليفري بسرعه عشان المسكي يا رب ما تقتلها. لا لا حلو اوكي اشر. لا كانه غلط صح، جبنا العيد العيد يا العيد. اوكي هون لا يخرب بيته خذ وحده. طب ماشي في هسه عندي فكره معلم، بدنا ناخذ البرج من شواربه. شوف شو بدي اعمل، بدي ارمي رويال هوكس ليفل 14 حلو، بس احط البوم تاور بسرعه ليفل 16 عليهم. بفتح وجهه يلا ارمي البوم تاور. يا يسعد دينك والله انك طيب. ايوه اقتلوه اقتلوه بسرعه رويال هوكس من هون. ايرث كويك حلو حلو. البرج البرج راح، برجك راح يا معلم، برجك طار طار راح برجه. شايفين بسرعه ارشر كوين من هون، ترى عمدا رماه من هناك عشان سايكل واحد والله، فالحركات هاي انا عارفها. شوف هون راح ادافع بالدبل دليفري بسرعه، واحد هون ليفل 14 بسرعه، كمان واحد ليفل 16 من هون راح يمسك المسكي. لا 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 ولك دفاع مش طبيعي ولك مجنون. لا الارشا كوين والله حرام، كنت بقدر اخذ البورت ما لحقتش ال تمام. هون ارثك ويك بس جي جي معلم. اوكي هون فاير كراكر من هون، راح ارمي رويال هوكز بسرعه عشان اذا لا مش راح يلاحق مش راح مستحيل. دليفري من هون وجي جي ثاني جيم على التوالي معلم. تشكيلي كثير وسخه والله ممتازه. يعني قاعد بسفح فيها اول تجربه والله، ولا عمري لعبت فيها. مغلبين حالكم، ليش دخلتوني جيم لعب 26؟ اوكي يا اخوان ثاني جيم تم الدعس، وقت التشكيل عن جد كثير ممتاز معلم، جوي ارضي كثير وسخه. خلينا نكمل لننطلق معلم. المثل شو بقول لك، ثابت ثابت امسح اللعبه. هالمره سايكلنا زفت، فيش رويال هوكس ولا في اشي. ايوه اسمه بامبي، بعدين من اسمه مبين عليه محترف. لا مش راح نزل اشر كوين، بديش اخاطر لانه اذا نزلتها من هون بنزل لك اشي على اليمين بيفتح وجهي، فلا بدنا نستنى من هون ل 15 ثانية ما نزلش ولا اشي مش راح انزل. بقطع التصوير وبرجع لكم بعدين. نزل بالله عليك، بديش اقطع تصوير. يلا يا معلم راح تخسر، استعجل. والله يا اخوان شكله مش راضي ينزل، كمان 4 ثواني 2 1. خلينا نقص التصوير وارجع لكم لانه مش ناوي يلعب هذا. انا بعدني بستنى، قرفت حياتي. أزغرت اوكي اشر كوين من هون، لانه في المونتاج بتشوفوا قصه على السريع، انا لا بضل احكي عشان يمكن فجاه ينزل شيء يزبط الفيديو فاهم. بسرعه تفعيل الخاصيه من هون حلو. شوفوا شوفوا حركه الالكتر سبيريت، لا تضرب يا عمري ولك فنان لعب مجنون. اوكي بسرعه هون رويال هوكس، اظن ما معه كثير صح. اوكي لوك المراه تمام تمام يا عمري، يسعد دينه بسرعة يا عمر. ولك تفعيلة الخاصية بتجنن آخر لحظة والله. طار برجه كمان واحدة واحدة وك شو الأشر كوين وك والله إنك محد سفاحة. خلص شكلها الصورة المصغرة تبعت الفيديو للأشر كوين اليوم، والله أنا مش طبيعية. فأشوفه معلم كراكر من هون، بدي أرمي إيرث كويك على البرج عشان أضمنه عشان أقدر أدافع كويس، لانه اذا ضغطني وما قدرت ادافع بسرعه اهجم في النص. اوكي ارشر كوين من هون، شوفوا هسه الوسخ اللي بدي اعمل له اياه بالدفاع،
بدي انزل له 10 برابره. اوكي منهم برابره. يا رب يرمي لايتنينج. اوكي طف القصي من هون. ليفل 16 برابره. صدقنك زلمه. دليفري من هون نعطيه بوس هيك على السريع. والله لا لا اجلطك يا زلمه. لا تحاول بسرعه الكثر سبيريت يسعد دينك. برابره من هون. فهيك بنكون جننا اهله. مش راح اذا مش راح تزبط معك رد علي. بتعرف شو بدي اعمل؟ بديش ارمي لك برابره. رويال هوكس تسلى فيهم. اوكي ارشر كوين من هون مش راح يقتله صح لابو ليفل 16 بضربه. ايوه فاير كراكر من هون. والله جننا يا زلمه راح ينسى اللعب هسه. ثالث جيم على التوالي معلم ولكن الستريك عندي ثلاث. اوكي يا عمري 33 كاس والله غصبت عنك يا زلمه. يا اخوان ولك زمان انتم شايفين ولك نازل دعوسه فيهم هلكته. بعد ما خسر الجيم تعرف شو عمل؟ مسك التليفون بالحيط. والله هلكته هلك يا زلمه. يا حرام شو عملنا فيك. والله انا اسف معلم بس لعيبه الالكيتر هيك بستفز وسخين. يخرب بيتكم مليين اللادر يا زلمه والله بيخزوا. اخر جيم خسرنا فزنا مش فارقه معي. فزنا ثلاث جيمات كثير نار اول مره بستعملها والله. فلننطلق المثل شو بقول لك معلم؟ الرابعه رابعه. ده بمزح هسه اخترعته بس بدنا نفوز لازم نفوز الجيم هذا الزلمه. المهم سايكي اللي ماكل هواء مش راح انزل شيء الا اذا هو نزل لانه اذا بصرف البرابره راح اكل هواء. والارث كويك يمكن ارميه على البورتش بس خلينا نهدي نسكر الهذول حلوين. اوف ليفل 11 الكتر سبيريت من هون غريب صح؟ ضربه ولا ضربتين؟ لا يخرب بيته راح ارمي ارث كويك هون. ليفل 10 الهيلر اوكي فاير كراكر من هون. بتخوث هذا ولا شو ماله؟ شو ليفل 10 معلم؟ ليفلك 14 ليفلك والله كفو سلم الجيم. شكل فتة بتشكيلة غلط يعني ولا ايش؟ اوكي رويلوكس من هون يسعد دينه. هو خاف مني قال لك هذا ولك انا شايف اسمه حاضر له فيديوهات هذا ملك التبلاغ. شايفين لازم لا لازم تكونوا اساطير زي عشان الناس تخاف منك. شوف سلم من الجيم مش انه فايت بتشكيلة غلط لا في وصلني خبر هسه قال لي هذا الشاب خاف منك. والله احلى 30 كاس بالتاريخ. 30 كاس لا يمكن 28 لانه كوس اقل 29 حلوين ولك ولا البلاش بدقيقة واحدة وكسف مجرم لعب سفاح. زي ما شفتوا يا اخوان ولك ملك التوب لادر يضرب ولا يبالي. لا والله هو شكل فايت التشكيلة غلط. شوف الحزين فايت لبليكسر قولي من ليفل 9 وهيلر ليفل 10 بس مع ملك التوب لادر لا تغلط يعني انت فايت بتشكيلة غلطة بتخسر ما في نقاش. اربع جيمات فزناهم ولا اي خساره بالتشكيله. والله بقدر اكمل بس الفيديو بصير كثير طويل والفيديو بس هيك تجربه. اذا حابين نعمل جزء ثاني بتشكيلات ثانيه للاعيبه التوب كانوا في البطولات وصار في اشياء حلوه معهم في البطوله زي التشكيله وشفتوا كيف ردت فعل الناس 2000 لايك وبنعمل جزء ثاني. المهم نلتقي ان شاء الله بالفيديو الجاي معلم. سلام.